السلام عليكم، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم من جديد مع وصفة جديدة مع إلينا كويزين. نرحب بكل أخت أخوالي دارة ويتابع فيها. نتمنى أنكم تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. نورتوا كالعادة قناتي ومطبخي مطبخ إلينا كويزين. راح نحضر معكم اليوم إن شاء الله واحدة تحلية باردة، تحضريها في نص ساعة بمكونات جد بسيطة وبزاف بزاف بنينة، يسموها لا شغلوت. صح نحضر معكم اي شغلوت بلا ناناس، كاينين بزاف اللي يحضروها بلا فخيز، مي انا حبيت نبدل شوية، حبيت نديرها بلا ناناس بمقادير جد بسيطة. منطولش عليكم ونخليكم تتابعوا على فيديو حتى الاخر. نتمنى لكم مشاهدة طيبة، ونتمنى انكم تبخلونيش باللايك وتشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يلحقكم كل جديد من عندي من عند إلينا كويزين. احتاجوا 4 بيضات، باسكو انا هنايا عندي المول تاعي متوسط، راح ندير 4. اللي عندها مول صغير ترفد غير 2 حبات بيض، دونك هنايا 4 تاع بيض. هنايا نحتاجوا 4 مغارف تاع السكر، 4 مغارف كبار تاع السكر، وحده تاع لافاني. هنايا هزيت جبن الماسكاربون، اللي ما عندوش الماسكاربون يقدر يدير اوراق جيلاتين، يدير 2 اوراق جيلاتين، مي انا فضلت ندير جبن الماسكاربون. نحتاجو هنايا الاناناس، انا الاناناس هنايا مانيش راح ندير الاناناس الفخي، نفضل اني نستعمل تاع العلب باسكو هذاك الجو نتاعو الداخل نحتاجو. دونك نحتاج علبه تاع اناناس، وبيان سور هنايا نحتاجو لي بودوار الكاطو هذا المعروف. كما شفتو مكونات بسيطه، بسم الله. كما شفتو جبت الاناناس تاعي، راح نسيت نشرب هذاك لو جو باش كي نحطوه في الطبقه نتاعنا لا كريم ما تجيش مايها، سي جامي يرمينا الماء ويفسد لنا لا كريم. دونك راح نشفو، راح نقطعو قطع صغيره.
وهنايا كيما شفتوا درت كوش تاع لا كريم باش هكذا يشدوا لي لي بودوار. هيا برك ملاحظه انا بديت لي بودوار باسكو هادي جوني صغار كاين دوك جاوبني بزاف طوال. تجيكم انا هزيت هادو وحطيتهم كيما شفتوا. تابعوا معايا مليح الخطوات. راح نحطو في الثلاجة لشارلوت على الأقل 6 سوايع لا كريم تشد مليح، وبعدين نديرو لها ديكور لا غارديتور من الفوق ونعاود نوليها لكم إن شاء الله.